واليوم أعزائي المشاهدين اخترنا لكم لفقرة خبرني عن شخصية الشهيد البطل مصطفى كرمان اللي سقط يوم الجمعة الماضي أثناء قيامه ورفاقه بإحدى المظاهرات من أجل إسقاط النظام في حي بستان القصر بمدينة حلب. مصطفى كرمان من مواليد 1983 من أبناء قرية كفرية معرة مصرين، خريج كلية الأداب قسم الأدب الإنجليزي، كان يعمل قبل بدء الثورة في مكتبه للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، ولما بلشت ثورة الحرية والكرامي قرر فورا يلتحق فيها ليحقق حلمه وحلم جيله في التخلص من القهر والاستبداد. خلونا نشوف هالوثائق عنه. وأخيرا تجوزنا، هلأ صار لازم نتابع، عنا شغل كتير كتير. شهر عسلنا يا مها هون، ورح بنضل هون بين أهلنا وناسنا، ورح يكون أحلى شهر عسل. أنا وياكي إيد بإيد نمسح دمعة ونشد على إيد لحتى نكش الملك. هكذا خطب مصطفى كرمان زوجته التي أحب وصبر وعانى من أجل الزواج منها، حتى تحقق له ذلك بحفل ثوري صغير لم يتجاوز عدد من حضره 20 شخصا، ضمن ظروف صعبة وإمكانيات مادية شبه معدومة. فلم تكن هذه الفرحة لتؤخره عن آلام الناس ومعاناتهم. شمر عن ساعديه ومضى لاستكمال مشروعه في حي بستان القصر بمدينة حلب، والذي كان عبارة عن مجمع تعليمي من أجل متابعة الطلاب والعمل على عدم انقطاعهم عن التحصيل العلمي، بالإضافة إلى كثير من النشاطات الثقافية التي أشرف عليها، فأراد من خلالها نشر الفكر الحضاري الذي يحمله بين الناس. بستان القصر كان بالنسبة لمصطفى كرمان نواة المشروع الكبير، مشروع سوريا المدنية والحضارية. رأى ما يجري وجرب الظلم وعرفه، فلم يتوانى أن يلتحق بركب الثورة ويعتنق خطها السلمي الأول كفريضة أو معتقد لا يقبل المساومة أو النقاش. فكان لديه هاجس كبير لخلق حالة قوية من النشاط المدني داخل حلب المدينة، فاجتهد على مشروع سمي إنهاض حلب. وعندما رأى أنه ستتم السيطرة عليه واستغلاله من قبل من يملكون المال السياسي، رفض أن يبيع مبادئه وأبدع مشروعا اسمه كش ملك. استطاع من خلاله هو ومن معه من الشباب أن يساهموا بشكل كبير بإنهاض مدينة حلب فعلا، وأن يرسل رسالة لكل السوريين مفادها أن سوريا لن تعود مدنية وجمهورية إلا بعد أن نكش الملك. لقد قال فقيدنا في وصف هذا المشروع الذي كان الأهم من بين مشاريعه: هو مشروع شبابي مدني مؤمن بسوريا المستقبل، سوريا الديمقراطية المدنية، سوريا الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية. هو جزء من مجموعات ومشاريع كثيرة بدأت مع الثورة وتعمل لنفس الهدف. لقد نجح مشروع أبو سطيف كما كان يحلو لرفاقه في النضال أن ينادوه. نجح بعد القيام ببعض الخطوات العملية بالتنسيق والتواصل مع معظم المجموعات التي تعمل على أرض مدينة حلب لتكريس النشاط السلمي، فكانت حركة شباب 17 من نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا أول من دعم هذا المشروع، بالإضافة لكثير من الهيئات السياسية المؤمنة بالنهج السلمي ومنظمات المجتمع المدني. كان أبو سطيف يدخر جل وقته للمساهمة في جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة، وكان مبادرا دوما في أي نشاط فيه ثورة ومقاومة للاستبداد والظلم، حيث ساهم في مشروع أيام الحرية وعمل مع فريق الحراك السلمي وغيرهم من الفرق والحركات الثورية. في نهاية المطاف استطاع أن يجمع بين نشطاء المجتمع المدني في المدينة ليؤطر عملهم في سياق واحد تتحد به الجهود لتصب في خدمة الثورة والمواطن. كما قام الفقيد برعاية حملات عديدة مع رفاق نضاله، منها رسائل الحرية التي تم كتابتها ونشرها في شوارع حلب كلها، وحملة إيد بإيدك من نظفها لتنظيف شوارع بستان القصر والكلاسة، وحملة توزيع رزنامة الحرية على البيوت، وتحرير نعوة الخوف في مدينة حلب وهي عبارة عن ملصق تم نشره في حلب وكان ينعي الخوف الذي سقط ومات في قلوب السوريين، بالإضافة إلى الإشراف على كثير من النشاطات الثقافية وإصدار الفيديوهات التي تتحدث عن النضال السلمي والحرية. كتب أبو سطيف يوما على جداره على الفيسبوك:
الثورة ومنذ بدايتها لم تكن تناسب في كثير من التفاصيل بعضا من أفكارنا، ولكننا قررنا خوضها بإيجابياتها وسلبياتها. والآن كبر التحدي وازدادت الضغوطات وتوسعت الإشكاليات، ولكنها تبقى الثورة. فمن ثار لأجل سوريا ليس لديه أي مبرر للتخلي عنها الآن. وبالفعل لم يتخلى أبو سطيف عن شيء قاله أو كلمة لفظها. في تمام الأسبوع الثالث من شهر عسله، خرج يوم الجمعة في 16 من تشرين الثاني مع رفاقه في مظاهرة ضد الاستبداد في الحي، ذلك الحي الذي أحبه وأراده حلما لسوريا كلها. فما كان من قوات النظام إلا أن أطلقت قذيفة على مواطنين عزل لم يقترفوا ذنبا، إلا أنهم خرجوا ينادون للحرية بالسلمية وحضارة. سقط عشرات من الشهداء، كان من بينهم أبو سطيف. سقط أبو سطيف، لم تسقط رايته ولا حلمه. في يوم السبت التالي افتتحت مدرسة بستان القصر في ذات التاريخ الذي قرره هو شخصيا. أعزائي المشاهدين، بسرنا كثير وبشرفنا أنه تكون معنا على الهاتف أرملة الشهيد مصطفى كرمان السيدة مها غرير. أهلا وسهلا فيك سيدة مها. أهلا فيك أخي. نحن طبعا نشكرك كثير على تلبيتك لدعوتنا، وبنعرف قديش هالأمر ممكن يعني يأثر عليك نفسيا، وبنتمنى حقيقة أنه ذكرى أبو الصيف بالمستقبل الشعب السوري كله، كل الشعب السوري يحطها على جبينه. منقدم لك التعازي باسم أصدقاء أبو سطيف وباسم الشعب السوري كله. أهلا وسهلا فيك يا أخت مها. أهلا فيك، الله يسلمك أخي. ياريت حابب أنا أعرف منك شيء عن مصطفى الزوج، لأنه في جوانب بالتأكيد كثير أصدقائه اللي حواليه ما بيكونوا شايفينها، جوانب من شخصيته ما بتقدر تشوفها إلا هي زوجته وحبيبته. يا ريت بتخبرينا شيء عن أبو سطيف الزوج. يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني مصطفى الزوج يعني كان أروع بكثير يعني من أي شخص، يعني كان كل الناس كل تحكي بقصة حبنا أنا وياه، كان دائما يقول لي أنا بدي أعلم الناس كيف تحب، وفعلا وكان دائما يقول لي انا بدي اعيشك جنب على الارض، وانا عشت معه فعلا. انا بعرفه من 6 سنين كنا خاطبين وتزوجنا جديد، يعني وتزوجنا جديد، وفعلا مصطفى مثل عادته دائما لما بيوفي بعضه انا عشت الجنة على الارض معه. طيب اخت مها، يعني انت بالتاكيد كنت عارفه قصه نضاله لابو سطيف والاعمال اللي عم يقوم فيها وحماسه الكبير للثوره وللنشاط من اجل الشعب السوري، من اجل الحريه والكرامه. هالشيء ما اثر على قرارك؟ ما خلاك تفكري بالمستقبل كيف بده يكون؟ ما حسسك بشيء سلبي؟ لا ابدا، بس يعني بالعكس هذا كان شيء دائما يكبره بعيني، وكان هذا احد الشغلات اللي انا كنت حبها فيه، بس هذا ما كان بيمنع خوفي الدايم عليه. نعم، انت كنت تشاركي معه بالنشاطات المختلفه، ما هيك ست مها؟ اي. وكان نشاطكم مركز بحلب اكثر شيء ولا بمناطق اخرى من سوريا؟ هلا بشكل عام كان لا بحلب اكثر شيء، فبس كان يحاول مصطفى دائما انه يعني تكون يكون النشاط يعني يشارك فيه اكثر من محافظه اذا امكن، كان يحاول يتصل باكثر من 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 مجموعات بكل المحافظات عشان يكون يعني نشاط جماعي اذا امكن كان في هالوقت، بس كان نشاطه اكثر شيء مركز بحلب. طيب سيدي مها، يعني بالتأكيد كنتوا تشوفوا أنتوا المرحلة المقبلة لسوريا، كنتوا تحكوا عنها أنت وأبو الصيف، كيف كنتوا تشوفوا الأفاق المقبلة لسوريا مع بعضكم؟ كنتوا مختلفين عليها ولا كنتوا متفقين عليها؟ كيف كانت بالنسبة لكم؟ يعني اتجاهنا كان دائما هو السلمية، وأفكارنا دائما كانت موحدة مع كل اللي حوالينا، كان نشاطنا هو السلمي بحلب بالذات،
كنا نشوف سوريا مدنية، كنا نشوفها للجميع، كنا نشوفها فيها عدالة اجتماعية. على فكرة كان مصطفى من أول، يعني أنا بعرفه من 3 سنين، كان من زمان يحلم بمشاريع أنه يعمله بقلب البلد. فلما قامت الثورة كان قال لي أنه هذا أكبر حلم صار بحياتي وتحقق، وأنا مبسوط كتير أني عشته، وقال مبسوط كتير أني شاركت فيه حتى يحقق أنه يبني ببناء سوريا. طيب سيدي مها، فيكي تحكي لنا شو علمتك السلمية؟ يعني أنت شاركتي مع أبو سطيف بكل المشاريع من كش ملك لبستان القصر، المدرسي، حملات التنظيف اللي كانت تصير، المشاريع الثقافية، الإغاثي. شو علمتك؟ شو أحسن مشروع أو أحب مشروع كان على قلبك وعطاكي أشياء إيجابية؟ أحلى مشروع أمنا فيه هو مهرجان العيد ببستان القصر. كان فرحة الأطفال يعني بالنسبة لنا كلياتنا وبالنسبة لمصطفى كانت لا توصف. لما كان المهرجان يعني كان كثير كان عبالنا أنه نرسم يعني بسمة على وجه الأطفال بهيك وقت صعب كثير، وخاصة بمنطقة مثل بستان القصر. يعني كان هذا أحلى مشروع لقلبي وأحلى مشروع لقلب مصطفى، اللي كان يعني كان همه الأول والأخير. كان يقول لي إنه هدول أمل بكرة، قال لي يعني نحن كنا رح نساعد ببناء الوطن بس هدول هن الأمل بكرة. كان دائما همه الأول إنه بسمة الأطفال. فكان مهرجان العيد ببستان القصر كان من أحلى مشاريع. طيب سيدة مها، يعني هلق مدرسة بستان القصر فتحت بعد يوم من استشهاد البطل مصطفى، شو أعطاكي هذا الشيء؟ هذا أعطاني شيء إنه مصطفى روحه لساته عايشة، نضاله لسه عايش. يعني كل طفل بيروح على المدرسة يعني هذا الشيء بيواسيني إلي أنا كزوجته، إنه نروح مصطفى وأفكار مصطفى مبادئ مصطفى يعني لسه شغالة على الأرض. سيدي مها، شكرا كثير لك على قبولك لدعوتنا، وبنقول لك الله يصبرك، وذكرى مصطفى بالتأكيد راح تضل بعقول كل السوريين. شكرا كثير لك. تسلم يا رب، تسلم. وهلق أعزائي المشاهدين خلونا نسمع هالغنية. بيستحوا بعدن عم يجرحوا بعضن عم يذبحوا بعضن. لقي الدنيا مش جاي حلو الدنيا وهني قلبن على بعضن خوفن على بعضن. هيك الحقيقة هيك، ليش البشر صاير قلبن حجر يعني بالمختصر. يا دمعة عيون ارجعي بيا تمن بيبيعوا ويشتروا بعضهم، بيكفي حزن يا عيني ده لا تدمعي. ليش البشر صاير قلبن حجر يعني بالمختصر. يا دمعة عيون ارجعي بيا تمن بيبيعوا ويشتروا بعضهم، بيكفي حزن يا عيني لا لا تدمعي. كيف بيحصد ورد اللي وكيف بيقدر على مخدي غمد عيونه. يا اللي بيسرق بلد كيف بيحمي أرض اللي والأرض.
يتأمنوا على الحق كيف قادر يخونوا ليش البشر صاير قلب حجر يعني بالمختصر يا دمعة عيوني رجعي عيني لا تدمعي.